عليكم السلام. الله اصلا وبركاته. اهلا وسهلا شو اخبارك؟ اهلا وسهلا اخي. عندنا عرس ولازمنا هذا الفستان. ايش بتحسب لنا اياه؟ تفرج عليه شوف عجبك. الفستان عجبنا وكثير حلو. ايه ما شاء الله كثير. 27000 هذا؟ لا 27000 غالي شوي يعني. اذا بتراعينا شوي ولا لك بدي اهلا وسهلا ب 25000 على راسك والله يعني. ايه ايش قد هذه يا عمو؟ 25000 جنيه على راسك. قد هذه يا عمو؟ 5000. ماما فاطمة أخوك يوسف نام؟ إيه نعم نعم. ماما معك 5000؟ لا والله يا ماما ما معي. ليش بدك إياهم؟ مو مهم. خالة عائشة خالة عائشة. ماما وليد يا وليد قوم ماما شوف الباب. خالة عائشة خالة عائشة. فاطمة. نعم. ماما أخوك نايم قوم شوفي مين في على الباب. يا رب احميني أنا وأهلي خذنا على الجنة اللي عند البابا. تفضلي هاد الأكل سويته أمي. يسلموا. كتبت وظايفك؟ إيه كتبتهم. وأنت كتبتهم؟ إيه. جزاك الله ألف خيرا. شلونك يا فاطمة؟ الحمد لله. شو عم ترسمين؟ أب عصفور اشتري لبنته حذاء وبنته كتير فرحانة. انت يا احمد ايش رسمت؟ ولاد عمنا بقاب ونهر ودور وبيت. كويس. ايش رسمتي؟ يلا بدنا نسأل سؤال بالرياضيات، اللي بحب يشارك يرفع ايده. فاطمة تعي. فكروا كل اللي يفكر. كيفك يا سارة؟ الحمد لله. وين رفيقتك زينب؟ يا أستاذ اليوم مرضاني لأنها مرضاني كثير. أحمد أحمد. نعم. يسلموا. ليش؟
بدي ميتور أحمر وبيت واسع. ولعشو؟ بابا كان عنده ميتور وأنا بدي جولي مع أخواتي. وأنا كمان. إذا أمي بتسمح لي. تمام. لوين بدك تروحي أنتي؟ أنا بدي بوط. ليش؟ بابا بدي أشعر بألم لما أمشي. بعطيك بوطي. وأنت شو بدك تلبس؟ عادي مو مشكلة.